مجد لله. أخت الأحبة، الله رحمة، الله محبة، بس الله عدل. وقت قال يسوع للمرة الخاطئة اجوا قيدنوها وقالوا له الشريعة بتقول لازم نرجمها، أنت شو بتقول؟ قال له مين منكم بلا خطية جمال واحدة؟ قال له يسوع حدا دانك؟ قلت له لا. قال له حتى أنا ما بدينك، روحي بسلام مغفورة خطاياك. هون بتبين رحمة الله، ولكن الله عادل. شو كمل وقال له؟ ما ترجع على الخطية كرمال ما تنصاب بأسوأ. يا أبونا الله رحمي، لا الله رحمي وعدل، نقطة نقطة، الله رحمي وعدل نقطة. متفقين حبيبي؟ يعني إذا كان الله اللي عم بيغفر ويسامح هو اللي بحق له دين لأنه بلا خطية، غفر وسامح، مينك أنت حتى الدين؟ أي كبرة عايش فيها؟ وأي إله بتعبده يلي هي أنا تبعك؟ يلي غمضت عيونك عن الإله يلي لازم نعبد الله يسوع المسيح إله الرحمة. إذا افتح أحشاء الرحمة وجرب كل يوم أقعد مع كلمة الله، وجرب تأمل بمعموديتك يلي الله صبغت فيها، عمدك فيها بصليبي ولبسك مجده بالقيامة، تتقدر تكون صوت النبي. وهيك إخوتي يكونوا على ثقة، الخلاص بكون لك طارح ولينا. أمين.